السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله إخواني في الله، وأتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. أهلا من جديد كما عودتكم إخواني. اليوم بإذن الله سوف نتناول إحدى المواقع التي الجميع غافل عنها. الموقع هو dx.com، موقع صيني موثوق عالمي يرسل السلع بطريقة مجانية، والشيء الجميل فيه أن الأسعار فيه جد جد منخفضة، خاصة مع الظروف الأخيرة التي تناسب يوم 11/11. تعال اليوم أول شيء أدعوكم إلى الاشتراك في قناتي، وكذا الضغط على زر لايك إن أعجبتكم منشوراتي، وأيضا في انتظار انتقاداتكم استفساراتكم طلباتكم وانتقاداتكم. على اليوم تجدون رابط السلع أسفل الفيديو. السلع اليوم بإذن الله كما تشاهدون الموقع، يكفي التسجيل من الرابط أسفل الموقع لكي تستفيد من منتوجات الموقع. كما تشاهدون إخواني، اليوم السلع عبارة عن هاتف مقدم من شركة أوكيتيل الصينية. الهاتف هو كساميل، يأتي بصراحة بمواصفات جد 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 عالمية، لن تجد هذا السعر في مواقع صينية أخرى، لقد لاحظت هذا الشيء يعني كمعلومة لك. على العموم الهاتف يأتي بمواصفات كما قلت لكم جد جد ممتازة، ليفريزون كما تشاهدون، الشحن مجاني بالبريد المسجل، الشحن سوف يتم بعد أيام معدودة فقط. هذه الخدمة اللي يقدمها الكثير والكثير من المواقع. الموقع يأتي برام 4 جيجا، يأتي بروم 64 جيجا، يأتي باللون الأسود والذهبي، يأتي بإيكرون 5.7 انش، إيكرون HD كما تشاهدون، أوكتا كور، يأتي بأندرويد 7 نسخة. أيضا كما تشاهدون إخواني بعض الصور للهاتف، صراحة الهاتف جد جد ممتاز. يأتي بكاميرا خلفية ب16 ميجا وأمامية، عفوا يأتي بالخلفية ب21 ميجا كما تشاهدون، هذه هي مواصفات الجهاز. يأتي ببطارية قوية جدا، يأتي ب5000 ميجا ملي أمبير. أيضا ماذا أخبركم عن الكاميرا كما تشاهدون هنا، يخبرك أنها من نوع جد ممتاز سامسونج 3P3 واو سوني EMX135. يأتي بالبصمة بخاصية البصمة فول سكرين 18.9، يعني جميل 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 صراحة. يأتي كما تشاهدون الشاشة تغطي بالتقريب بنسبة 90% من حجم الشاشة كما تشاهدون، هذه الصورة توضيحية. صراحة يأتي بكاميرا جد قوية ب21 ميجا كما قلت لكم سابقا في الخلفية و16 ميجا في الأمامية. يأتي بسمك صراحة رائع جدا، سوف ننزل له، هذه إحدى المعلومات. أيضا السي بي يو كما قلت لكم يأتي بنواة من نوع بروسيسور من نوع ميديا تك 6750 تي كورتكس ب1.5 جيجاهرتز، بطاقة الواي فاي جميلة جدا. أيضا سوف نشاهد أبعاد الهاتف ديمونسيون، يأتي ب15.2 سنتيم في الطول، 7.3 في العرض، ويأتي بواحد سمك الجهاز. أما ميزان الهاتف يأتي ب175 جرام. ملاحق الهاتف يأتي الشاحن، أيضا يأتي كابل جيدوني مانيال وكابل، لا يأتي معه لا واقي سيليكون ولا أي شيء. على العموم الشحن كما قلت لكم مجاني كما تشاهد، نورماليزون ليفريزون نورمال 7 حتى 10 أيام ب$0، يأتي مع برقم التتبع كما تشاهد نيمرو بوغ لو سويفي، يعني يأتي برقم التتبع يمكن تتبع سلعتك لحين تصلك لباب بيتك. على العموم الشيء المميز في هذا الموقع أنك تستطيع أن تدفع ببنك الويب موني، الذين يعانون من مشاكل عدم تحصلهم على كارت فيزا أو ماستر كارد. إذا إلى هنا ننتهي، نلقاكم مع عرض آخر من هذا الموقع الجديد الذي صراحة سوف أقدمه لكم كثير وكثير من العروض مع هذا الموقع. تحياتي، نلتقي مع موضوع آخر، سلام.